قالوا للنبي ممن يا رسول الله؟ يعني هذا الحصار من مين؟ انتوا قولوا لي اليوم مين اللي محاصر الشام؟ روسيا والصين والهند، يسموها دول البريكس الشباب، مين ولا لا يا شيخ؟ مين اللي قائم على الحصار؟ يعني مجلس الامن والحصار والعقوبات، مين اللي قائم على العقوبات؟ دير بالك الجامعة العربية مستعملة عند هذو، الجامعة العربية مستعملة عند الحلف الصليبي. قالوا للنبي ممن يا رسول الله؟ اسمع، قال من الروم. الروم في كلام النبي جنس، اللي هو اليوم بيسموه انجلو ساكسون، امريكا اوروبا استراليا والدول الاسكندنافية، هذولا الروم. هلا لاحظ، الهند والصين وروسيا برا الحصار. من 1400 سنة قال النبي اللي بيحاصر الشام الروم، وحصارها أضعف من حصار العراق. ثم سكت هنيهة، قال يكون خليفة من أمتي يحثي المال حثيا لا يعده عدا. فاصبروا إن فرجكم قريب. فرج العبد ليس أن يبسط له المال، فرج العبد أن يلقى الله حين يلقى وهو عنه راض. فرج العبد إذا زحزح عن النار وأدخل الجنة. فرج العبد إذا ضرب الصراط فوق جهنم يكون إلى نار أو إلى جنة. هذا الفرج. إذا غلبت في الأرض ثم دخلت النار ماذا فعلت؟ فرج العبد أن تطيع الله، والله لو أطعتموه كما أمر لولاكم ولاستخلفكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اسمع، المطلوب يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اسمع الآية التي تلي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اسمع المطالب، سيقول الناس هكذا نغلب أعداءنا. الآية التي تلي، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. في سؤال يا شيخ، ومأواهم النار. اسمع، كبروا الله، ومأواهم النار ولبئس المصير. الآية التي تلي، اسمع، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. أين محل هذه الآية بعد الاستخلاف؟ يعني لا يستخلفكم حتى يكون دين أحدكم باستئذانه أنه يطيع الله في الأذونات في داره على ثيابه وعورته كما يطيعه في الأمر كله. الآن أجعلك لي خليفة. أما تريد الملك بمعصيتي؟ لا، ورب السماء. بما ملك يوسف لما أتاه إخوته؟ قال إنه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما خرج النبي لعير قريش ما أراد الحرب، أراد الله الحرب. لما غلبهم النبي في بدر ما أراد أحدا، هم أتوه لأحد. فكان ما كان، عندما عصى أصحاب النبي قال الله لهم تريدون الدنيا والله يريد الآخرة. اليوم الثوار لا يريدون الدنيا، الصحابة يومها أرادوا الدنيا، اليوم الثوار هجرتهم لله. كذب بين يا شيخ. فصار ما صار عندما عصوا نبي الله من أحد إلى تحت أحد. صحيح، على الغنائم انتهى كل شيء. فالنبي ما أراد أن يقاتل أبو أحد، كان ما كان. ثم معركة الأحزاب، من فرض الأحزاب؟ هم جاءوا وحاصروا النبي، من غلب فيها؟ أولول يا شيخ، ما دعا النبي؟ قال اسمع، دعا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده، هيك النبي كان يدعو، وهزم الأحزاب وحده. مين هزم الأحزاب أخوان؟ أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شيك يا أخوان، ما اسمع القرآن أجيبك، طول ما أنت لا تسمع لا أجيبك. لا، بدي تسمع سمع الطاعة، سمع المؤمنين،
بتبين في عينك سمع اللي بتنتظر سمع بتنتظر أنتهي هذا ليس سماعا ولن أسمع منك. مين خلق طوع بشار؟ إذا بتقول لي أطيعك لا أطيعك يا الذين يلونك من يا إخوانا كافر مرتد ابن مرتد أمريكا كمان أيوة وبتقاتلوا معاها بتقاتلوا معاها بتقاتلوش معاها بتقاتلوش معاها طيب إخوان طيب إيه دافع عنه. اللي دافع عن بشار الأسد أو دافع عن نفسه أو عن شيخه شيطان. من دافع عن محمد فهو حق. سمعت شو قلت يا شيخ؟ تدافع عن نبي الله؟ إيش إيش؟ بالله عليك ولا أتكلم إلى الكلام الكبير ولا أتكلم إلى الكلام الكبير ولا أتكلم الهرطقات التي جاء بها الشيوخ. اسمعوني اسمعوني. كل مقام قمنا فيه قرأنا فيه القرآن وأمرنا به باتباع المرسلين. واضح يا أخواننا؟ أما الفرق التي تتخذ لها حزبا وشيخا وخطة وتفارق المسلمين وجماعة المسلمين لا طاعة لها أن وقد فرقت جماعة المسلمين وفرقت دينهم لا طاعة لهم. قال لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون المشايخ وقبل أن تكون الفرق قال سيكون من بعدي أمراء فتعرفون وتنكرون. يعني في أمور مما تعرفون وفي أمور تنكرون. فقلنا له وقال أصحاب النبي أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. طبعا الشيوخ لا يعجبهم هذا القيد يريدون دم المسلمين. فقال النبي عن الفرق وعن الأحزاب وعن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لا الآن قلت لك يا شيخ إيد بإيدك وبدنا نطلع القصر الجمهوري لبشار حتى أصله كم سأقتل من المسلمين وكم سيقتلني من المسلمين عشان أقتلت بشار بالآخر قتلت بشار. ثم بشار كافر ولا مش كافر؟ رأيته يصلي؟ رأيته يصلي؟ وأنا بسألك أجيبك. رأيته يصلي؟ رأيته يصلي؟ اسمع أخوانا اسمع. قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام اسمع اسمع أخوانا العلوية العلوية اسمع اسمع أخي العلوية اسمع 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 أخي العلوية العلوية النصيرية الشيعة النصارى اسمع أخوان اسمعوا يا أخوان النصارى الهندوس المسلم السني إذا خالف نبي الله فهو في النار. فالنصيري ليس كافرا لأنه إحنا سميناه نصيري. اليوم في مسلمين ابن سنة عن ابن سنة كفر وخرج من الملة. فأهل السنة عموما مسلمون. النصيرية والعلوية يتكلم عنهم الناس بما أخرجهم من الدين. أنا عن نفسي والله سمعت مشايخ بيقولوا أنني أنا كافر. فإذا قال هؤلاء أن النصيريين كافرين ليه سأصدقكم وقد أخطأتم في أنا سأبتلي النصيرية بيدي. فإذا تبين لي قضيت. حتى إذا سألني الله هذول كفروا إلا لا قلت ببينة لا أقول حتى يرضى فلان ويرضى فلان من الشباب لا يعني كان حالق مالط مخالف النبي جاي يسألني في دين فلان ولا دين فلان أنا هذا لا يعنيني. قال عليه الصلاة والسلام هذا حديث حجة قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفر الله في ذمته. قد يكون كافرا حسابه عند ربه. العهد الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة. إذا قام بشار فصرح بالكفر وعداء النبي فهو كافر. إذا قام يوسف القرضاوي وقال بمقالة بشار فهو كافر. إذا قام باب الفاتيكان أجلكم الله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد أسلم. فنعرف الرجل بما قال وعمل وليس بما يقول الناس. بلان النبي قال من صلى صلاتنا قال لا تقتلوا بعضكم بعضا. أما بشار ذاهب لا محالة حيث قدم لنفسه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما الله أخذ الميثاق على من علم السنن أن يعلم السنن. قال النبي في الحج لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
اللي بيقاتل اليوم في سوريا المجلس الوطني العلماني، واللي بينصره زيه واللي ساكت عنه زيه الجيش الحر، قال المجلس الوطني يمثله. نهى النبي أن نقاتل. اليوم اللي بيقول لك من قاتل مع ذول الكفار، طب ما هي الكفار، هاي أمريكا وهي الصليبيين، هاي أفغانستان، هاي الدولة العبرية، أين المجاهدين وكتيبة الفاروق؟ في ليبيا قالوا لنا إنهم سينتهوا ويجوا على هون، أين هم؟ رجعت القبائل تقتل بعضها بعضا. على كل، كبروا الله، كبروا الله أخوانا. اسمعوا أخوانا، اسمعوا أخوانا، اسمعوا أخوانا، ليش سجن بشار متعذب فيه؟ اسمع أخوانا، في ناس بيقول لك إنه هذا دخل سجن بشار وتعذب فيه. اسمع اسمع، دخل سجن بشار وتعذب فيه. الأمويين دخلوا في سجن العباسيين وانمحوا فيه. هذه دخل سجن وطلع سجن، هذه مسألة أخرى. لا إله إلا الله. صحيح. لا إله إلا الله تحضر في حماه. أنت. لا إله إلا الله. أنت اسمع. على لا إله إلا الله. على لا إله إلا الله. ولا على الكرسي. على إله. طيب استنى. معلش. قال لي الإخوان المسلمين قتلهم حافظ في سوريا على لا إله إلا الله. طب ليش ما قتل سائر المسلمين على لا إله إلا الله؟ لأنهم قاربة لا إله إلا الله بدي طبقوا لا إله. يا أخي أنت قلت على لا إله إلا الله. يا أخي قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. في فرق تقول انه انا اؤمن بها واعمل بها، او انه انا اريد الكرسي اللي تحتك. العباسيين زي ما قال محمد مرسي في مصر بيطبق الشريعه وزي ما ايوه ان شاء الله على الطريق. اسمع ان شاء الله على الطريق. طب ليش ما تركتم امراءكم برضو على الطريق؟ نعم نعم نعم. ما سمعش السؤال. اسمع اخوان، اسمعوني هذه المساجد. اسمعوني اخوان، اهدى اخوان، اهدى. اخذوا عليكم عهدا. اسمعوني اخوان، اخذوا عليكم عهدا يا اخوان، اخذوا عليكم عهدا انفع لي ولكم. اسمعوني، من معنا على طاعة الله ورسوله في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا، من معنا أن يكون دينه ما أمر الله ورسوله، من معنا أن لا يخالف الله في صغيرة ولا كبيرة، من معنا أن ينيب إلى الله فيجعل الله دينه مرضاة الله، اللهم إني ومن سمع على هذا فأعنا وتوفنا على هذا، وانصر المسلمين الذين أرضوك حيثما كانوا. سلام عليكم.